فيك تقول جيمي لا كنا عارفين الكي بلاير تبعه اللي هو كيفن جالوي ونحن بنعرفه كثير منيح لكيفن سو قد ما فينا جربنا نركز على كيفن وعلى نقاط قوته وقدرنا تقريبا نعطله يعني هجوميا باول اثنين كورتر وهذا وين عالي السكور والحمد لله قدرنا نربح باول جيم لنا هلا ذا اب كومينج جيمز ما حيكونوا سهلين يعني عندنا جيم فلسطين عندنا جيم فلسطين بقى بكره وبعدين عندنا جيم ايران و كان أردن، سو يعني حضري عم جرب نكب جيم يعني أربع نهار حضري لكل جيم وإن شاء الله نقدر نربح البطولة.